المؤشرات اللي داخل الجسم، وأن البحث مشى كثير، يعني حتى الناس اللي كيلمسوا التراب اللي كيمشيو حفيانين ولا اللي كيلمسوا التراب اللي كيمشيو حفيانين على الأرض، أن أبحاث دارت لأن ملي كتمشي على الأرض الكلور والصوديوم كينقصوا من الدم. وكاتب فيها واحد الطبيب كاتب فيها كتيب فيه تقريبا 200 صفحة، فيه تقريبا 200 صفحة اللي كتمشي حفيان على الأرض الكلور في الدم كينقص. ومازال البحث ماشي، مازال البحث غادي يمشي. يعني هاد المسألة هذه كنشوفوها في التيمم، أنك تضرب بيدك على الأرض كتيمم، ملي كتكون واقف حفيان وكتسجد على التراب، يعني كتلمس التراب بيديك وبرجليك وكتلمسو بجبهتك، هذاك التراب كياخذ هذوك لي ديشارج، يعني الجسم كيولي جيد. الآن واحد الطبيب كتب كتاب، واحد الكتيبة هو عندي، كتب كتاب فيه هاد المسألة هذه ديال، وهو عملو كان عمل واحد البيست، عمل واحد الطريق فيه 60 متر وعمل فيه التراب، ولا كيقول المرضى يتمشاو فوق التراب حفيان، وكياخذ الدم كيعمل تحليله وكيلقى الصوديوم والكلور ناقصين. هذه مسائل علميه ماشي يعني خبر هكذا من في الواتساب، ولا ما عندوش ريفرنس، ما عندوش يعني مصدر. فهذه المسائل هذه، يعني كيف قبل بدينا كنشوف احنا اي حاجه تنشوفها الان هي معجزه، والمعجزه لا تفسر، لا يمكنش نفسروا كيف سيدنا يونس بقى حي في بطن الحوت، لا يمكن. حتى الان عندنا في المغرب الان ناس اللي عاملين التحليلات، ان الناس بان اشياء خارقه في التحليلات الدنيا، ان الشخص كينسحب الطبيب عنده انيمي، كينسحب الطبيب يفطر كيمشي كيصوم، عرفتوا المغاربه ما كيبغوش يفطروا وكيصوم، والانيمي كتحسن، ملي كيجيب التحليل للطبيب كيلقى الانيمي تحسن، تقول صمت، ما يعني حاجه لا تفسر علميا، لا تفسر.